اول وصفاتنا النهارده، وهتكون البهارات. نتعرف الاول على بهارات الفاهيتا ونعملها وبعدين نشتغل في الفاهيتا. نقول مقادير البهارات الاول، هتبقى عباره عن معلقتين كبار من السكر البني، ولو ما فيش سكر بني ممكن نستخدم السكر الابيض، معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار مرقه فوريه، معلقه كبيره من الزعتر الناشف، ومعلقه كبيره كمون، معلقه كبيره كزبره ناشفه، معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه كبيره شطه، معلقه كبيره بابريكا، وعندنا معلقتين كبار من الملح، ومعلقه كبيره من الفلفل الاسود. المقادير بتاعتها سهله وان شاء الله موجوده في البيت، وعمايلها ما فيهاش اي مشكله، بس اهم حاجه في الاخر بعد ما نخلص نحفظها في بطرمان يكون ناشف ونضيف، ونحطه في الثلاجه ضروري، لان البصل والثوم البودر من الحاجات اللي لما بتتساب بره بتبتدي تكتل وترطب وما بتبقاش حلوه خالص. هنحط كل المكونات على بعض، ادي الزعتر، وهنحط البصل البودر والكمون، طبعا كل حاجه عندنا مطحونه، وادي البابريكا، الشطه هنا من كل حاجه معلقه كبيره، وادي الثوم البودر فيما عدا السكر معلقتين، والنشا برضو معلقتين، الكزبره معلقه كبيره، والمرقه الفوريه برضو معلقه كبيره، والفلفل الاسود هنحط معلقه كبيره، والملح هناخد معلقتين كبار، تمام كده. هنقلب بهاراتنا بقى كلها مع بعض كويس جدا، يبقى نقلبهم كويس جدا مع بعض عشان كله يختلط ببعض كويس، ونحفظها في بطرمان ناشف ونظيف وفي التلاجة مهما قعدت مش هيجرى لها اي حاجة. عايزة اقول لكم ريحة البهارات مع بعض كده عاملة ريحة حلوة جدا. لاحظتوا ان احنا حطينا كمان نشا، النشا هيخلي الفاهيتا تبقى فيها لمعة وفيها تقل شوية كده في الصوص بتاعها. السكر كمان هيدي طعم حلو جدا جدا ويساعد على التسوية. خلاص قلبنا في البطرمان بقى وهنحفظها.